كم كان وزنكم لما عرفتوا عن مواعيد الأدوية للأمراض المزمنة في توقيت رمضان وأثناء الصيام؟ كثيرين من الأشخاص بيصابوا بهبوط سكر أو ارتفاع سكر أو ارتفاع ضغط أو هبوط ضغط بسبب الأدوية في رمضان، هم مش عارفين متى ياخذوها. هنا خليني أقول لك إياها واحدة واحدة. حبوب ضغط الدم ناخدها بعد صلاة التراويح علشان لندوخ. حبوب مدرات البول بعد صلاة التراويح. حبوب السكر لابد أن نستشير فيها الطبيب، هل إحنا قادرين على أن نصوم أو لا، أو ننقص جرعاتنا ولا لا. لكن لو كانت جرعة نأخذها مع الإفطار، لو كانت جرعتين وننقصها شوية في السحور بناء على تعليمات الطبيب مع الإفطار ومع السحور. حبوب الكوليسترول بعد الإفطار مباشرة. حبوب الحموضة نأخذها قبل السحور بنص ساعة أو قبل أذان الفجر بنص ساعة. المضادات الحيوية لو كانت حبة في اليوم بعد الإفطار، لو حبتين في اليوم بعد الإفطار وبعد السحور. ونيجي هنا في الختام لحبوب خمول الغدة الدرقية. الغدة الدرقية تؤخذ على معدة فارغة، وانتم عارفين هذه المعلومة. لذلك لما يؤذن الأذان ناخذ تمرة وموية ونستنى نص ساعة إلى 60 دقيقة، وبعدها نتناول حبوب خمول الغدة الدرقية. هذا التوقيت. هناك توقيت ثاني بعد 3 إلى 4 ساعات من وجبة الإفطار، بشرط أنك ما تنقنق. على سيرة النقنقة، خلونا ننقنق معاكم في هذا الشهر، وعاملين تحدي 30 يوم في 300 جرام علشان نخسر في اليوم 300 جرام. 300 في 30 يعني 9 كيلو. خليكم معانا وشاهدونا في 300 جرام لبرنامج 300 جرام. أشوها بسلام. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.